زمن يختلق فيه الأطفال الأعذار للعب خارج المنزل، ولكن الآن أصبحت الأريكة هي الملعب. لا مجهود يبذل ولا حدود للمأكولات السريعة، يشربون المشروبات الغازية عند شعورهم بالعطش ويأكلون البرجر عند شعورهم بالجوع. الآن كل ما عليهم فعله هو الضغط على الأزرار. الخيار الأسهل هو البيتزا، يأكلونها على الغداء والعشاء. هل السبب هو جهلنا بالمشكلة أم بعض اللوم يقع على التكنولوجيا؟ ولكن في هذا اليوم عندما يمرض طفلك ويقول الطبيب من نظرة واحدة، لو استمرت زيادة وزن طفلك على هذا المنوال ستزيد فرصة إصابته بأمراض القلب والسكر. لم أفكر يوما أن المأكولات السريعة والهاتف يدفعونه نحو السمنة المفرطة. VLCC تتفهم ألمك. اتصلي بنا، تواصلي معنا، وابدأي حياة صحية لطفلك اليوم.